هيلحق ولا لا؟ موقف غامض لزيزو من مباراة الأهلي في نهائي كاس مصر، والجمهور يا رب يلحق. تعالوا نشوف الحكاية. ممكن ما يلحقش مباراة الأهلي والجمهور بيدعي انه يلحق بمباراة النهائي. موقف غامض لأحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك من مباراة الأهلي في نهائي كاس مصر، وده طبعا بعد إصابته في مباراة امبارح قدام فريق أبو سليم الليبي بالكونفدرالية. زيزو تعرض لإصابة قوية خلال مواجهة الأمس قدام فريق أبو سليم، واللي جمع بين الفريقين في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية. قدر يفوز فيها نادي الزمالك علشان يأكد صعوده للدور المقبل من البطولة. وخلال المباراة دي اتعرض زيزو لإصابة في القدم، وتم تغييره عشان الإصابة ما تتفاقمش وتكون أقوى، وطبيب نادي الزمالك قال إن الإصابة عبارة عن التواء في الكاحل، والجمهور كان متخوف من فكرة إن الإصابة تكون أقوى من كده، وإنه ممكن اللاعب ما يلحقش بمباراة نهائي كاس مصر اللي هتجمع بينهم مساء يوم 8 من مارس اللي جاي. الأهلي والزمالك هيتقابلوا في نهائي النسخة اللي فاتت من كاس مصر، وجمهور الفريقين نفسه إنه أنديتهم تكون كاملة ومفيش أي إصابات. عشان كده لما زيزو تعرض للإصابة بدأ القلق على كتير منهم، بس بنسبة كبيرة التقارير أكدت إن زيزو هيلحق بمباراة الأهلي في النهائي، وده طمن الجمهور شوية لأن زيزو بيعتبر واحد من أهم العناصر الموجودة في صفوف نادي الزمالك، ووجوده مؤثر بشكل كبير. طبعا الجمهور نفسه إن الفريق يحقق اللقب علشان يعوض كل الخسائر اللي تعرض لها الفريق على مدار الموسمين اللي فاتوا. عشان كده الزمالك عايز يرجع ويحقق نتائج إيجابية في بطولة الدوري علشان ينافس على القمة، وفي نهاية المسابقة يقدر يحقق اللقب اللي غايب عن الفريق موسمين متتاليين. فالزمالك فقد بطولة الدوري آخر موسمين لحساب النادي الأهلي، وكمان خسر بطولة السوبر المصري قدام المارد الأحمر، غير إنه ودع بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات مرتين ورا بعض. عشان كده عايز يعوض كل الخسائر دي ويرجع ينافس من تاني على البطولات خلال الموسم الحالي، سواء بطولة الكونفدرالية والدوري المصري، وكمان لقب كأس مصر والسوبر المصري. كل دي أهداف نادي الزمالك في الموسم الحالي، عشان كده أبرز صفقات كتير وقوية علشان يدعم بيها الفريق ويقدر ينافس على كل البطولات دي ويرجع للجمهور ذاكرة الفوز بالبطولات من تاني. ومن ضمن واهم البطولات اللي عايز يحققها نادي الزمالك هي بطولة الكونفدرالية، واللي حققها مرة واحدة قبل كده كانت موسم 2019. الجمهور نفسه ان الفريق يحقق لقب قاري، وده لانه غايب عن الفريق من 2019، وكمان الجمهور بيطمع بان الفريق يحقق له لقب دوري ابطال افريقيا لانها بطولة غايبة عن الفريق من اكتر من 20 سنة. فاخر مرة فاز فيها الزمالك بلقب دوري أبطال أفريقيا كان موسم 2002، من وقتها والفريق عاجز عن تحقيق اللقب، واللي تأهل للنهائي منها عامي 2016 وخسر قدام سان داونز الجنوب أفريقي، وعام 2020 وخسر قدام الأهلي. عشان كده الفريق بيحلم بالعودة لمنصات التتويج من تاني.